بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. إخوتي، عضدي، أبنائي، أملي، آبائي وقاري، أخواتي، شرفي، بناتي، حسناتي، أمهاتي المؤمنات على دعائي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أوصيكم أحبتي ونفسي الجانية بتقوى الله تبارك وتعالى في الليل والنهار، وفي السر والإعلان، في الصغيرة والكبيرة. أعاننا الله على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم. أسعد الله لكم الأيام بذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي ابتعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، ونسأله جل شأنه أن يجعلنا من الداخلين في هذه الرحمة، فإن رحمته واسعة وسعت كل شيء، وأن يوفقنا وإياكم لزيارته، وأن نحظى بشفاعته في ذلك اليوم الذي ينقطع عن ابن آدم كل شيء إلا ما خلص من عمله، ذلك اليوم الذي تشرئب النفوس والأعناق إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ما سيظهر منه صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم أكبر وأعظم مما هو فعلا في هذه الدنيا. نسأله السداد والتوفيق والصلاح في القول والعمل. كنا بخدمتكم وكنا جميعا بخدمة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يبين ويوضح ويفتح لنا آفاق المعرفة من خلال بعض المفاهيم في الدنيا التي لا مناص لنا من معرفتها حق معرفة قبل أن تنقطع بنا السبل، ألا وهي هذه الفلسفة الخاصة في التعامل مع مجموعة أشياء، ولعل من جملتها الرزق. ويعلم الأخوة الحضور أن الإنسان عادة ما يستعجل، خصوصا وأنه ليس له قدرة على أن يتحمل كثير من المشاق، فيحاول أن يستعجل بجهل، بنزعات النفس، بحرص، ولعل هذه العجلة في بعض الحالات تورد الإنسان المهالك. ولذا الإنسان يمر بين فترة وأخرى بحالة ضيق وانفراج، وحالة مرض وصحة، وهذه التقلبات على النفس ما بين إقبال وإدبار. إذا كان الإنسان عنده طريقة واضحة ومعالم لائحة ويقتنع بها، سيعرف كيف يتصرف مع هذه التقلبات.
أما إذا كان متزعزع الثقة ولا يستقر في ذهنه مبدأ أو عقيدة فإنه سيتلون تبعا للظرف، وهذا التلون لا يعطي للإنسان تلك الشخصية المركزة المهمة التي يمكن أن تستفيد من هذه النعم في الدنيا، بالعكس قد الإنسان يورد نفس المهالك من حيث لا يدري. ولذا ذكرنا فيما سبق هذه النكات الثلاث التي بينها الإمام عليه السلام الذي قال: اللهم لا طاقة لي بالجهد أو بالجهد، ولا صبر لي على البلاء، ولا قوة لي على الفقر. هذه الأمور الثلاثة التي صدرها الإمام عليه السلام بما يريد حتى يتفرع عليها ما سيأتي من دعاء وطلبات الإمام عليه السلام. ونحن مع الأخوة في أكثر من مرة نلفت النظر إلى عمق الصحيفة السجادية، والإنسان ممكن يراجع هذا الدعاء بين فترة وأخرى حتى يبقى دائما هذه حالة التواصل مع الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن بين الإمام عليه السلام أنه هذه الأمور الثلاثة قال: فلا تحظر علي رزقي، ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد بحاجتي وتولى كفايتي، وانظر إلي وانظر لي في جميع أموري. نقف عند هذه الفقرات بمقدار ما يسع فيه الوقت والطاقة. يقول عليه السلام بعد أن قلنا بيّن هذه الأمور الثلاثة التي تقدمت، قال: فلا تحظر علي رزقي. الحظر المنع، وهذا مصطلح دارج نستعمله حتى في حياتنا اليومية، هذا أمر محظور يعني أمر ممنوع. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يطلب من الله تعالى، يقول: فلا تحظر علي رزقي، يعني لا تمنعني من الرزق. واقعا الله تعالى هو مصدر الرحمة ومصدر الخير ومصدر الرزق. الرزق في بعض الحالات نحن نخطئ بالتوجه إلى طريق الرزق، قد نتصور لجهالة منا أن الرزق هو المال، وهذا أمر خاطئ. طريق تحصيل المال له علاقة بالرزق، التفتوا، طريق تحصيل المال، أن الإنسان ممكن تتوفر له فرصة أن يرى المال مبذولا أمامه وهو ليس له، وبإمكانه أن يمد يده إليه، لكن هل هذا هو رزقه؟ الجواب كلا، هذا عبارة عن شيء مسروق. نعم قد ينتفع ويأكل ويشرب، لكن ليس هذا هو الرزق الذي كتب لك. الله لا يكتب رزقا من حرام، رزقك ليس هذا. نعم أنت مددت يدك إليه وأخذته وانتفعت به، وقد أمام نفسك تقول: إني قد رزقت، لكن هذا نوع من التسامح في الألفاظ، التسامح في العبارات، هذا الرزق ليس رزقك، وإنما هذا مال لغيرك وقد سرقته أنت. ولذلك الذي يتصدى أن يكون أمينا على مال، هذا لا يعني أن هذا المال له،
وإنما هذا المال هو مأمون عليه، هذا ليس الرزق من الله لك. نعم الرزق أن تكون أمينا، أن تحسن الأمانة، نعم هذا رزق الله تعالى رزقك هذه الصفة أن تكون أمينا على مال الآخر، لكن أنت أن تمد يدك إلى المال هذا الرزق ليس رزقك. نعم أنت سارق، أنت تجاوزت على أموال الغير. الإمام السجاد عليه السلام يقول: اللهم لا تحظر رزقي، يعني لا تمنعني من الرزق التي كتبته علي. ما هي موانع الرزق؟ هل هناك موانع للرزق؟ طبعا هناك مسألة أخلاقية، يعني علماء الأخلاق يذكروها، الآن احنا في يعني لا نتحدث في عمقها، أنه بعض الأرزاق تجري على الإنسان وبعض الأرزاق تحتاج إلى سعي، لا أتحدث عنها الجنبتين، كل واحدة لها مجموعة يعني فلسفة خاصة بي. أنا أتحدث عن الرزق بما هو عام. هل هناك أعمال توجب منع الرزق أو لا؟ قطعا توجد. لاحظوا التشبيه حسي، الآن عندما تمطر السماء الإنسان يدخل تحت سقف، قطعا المطر لا يسقط عليه لأنه جعل حاجبا بينه وبين المطر، وهذه قضية الإنسان يفزع لها أثناء المطر ممدوحة. أنا أتحدث ليس حالة سلبية، لكن أريد أن أقارن، لماذا لا ينزل المطر؟ المطر موجود، لكن أنت احتجبت عن المطر بهذا السقف بهذا الحاجب. الأرزاق النازلة من الله تبارك وتعالى أيضا لها مجموعة والعياذ بالله من الحجب. الإنسان قد والعياذ بالله يعمل بعض الأعمال تحجب هذه الأرزاق، ولعل الإنسان إذا تعود واشتهى وأحب الرزق الحرام يمنع من الرزق الحلال، والحلال فيه البركة والحرام فيه المهلك. الإنسان إذا عصى الله تعالى يمنع من هذا السيب والرحمة الإلهية. بعض الناس مثلا قد تنطلي عليه النكتة في مسألة الرزق، يرى نفسه إذا عصى توسع رزقه. نحن نسمع من بعض الناس الذين لا عقل لهم يقولون إذا عصيت توسع رزقي، هكذا يقول، ويقول إذا ابتعدت عن الله تعالى سيتوفر علي مال كثير، هكذا نسمع. واقعا المسألة ليست هكذا. نعم أنت تحصل مال، لكن هذا المال ليس رزقك، هذا المال جاءك من أوجه محرمة، من أوجه فضلا عن الشبهات هي أوجه محرمة. الله تعالى لا يظن يعني لا يبخل بك عن رزقه. الله إنما خلقنا في هذه الدنيا ولا زال يربينا، الله تعالى معنا من النشأة الأولى إلى النشأة الأخرى لا يتركنا، والله تعالى لا يمنع علينا الأرزاق. نعم نحن نتصرف ونعمل بحيث لا نفهم فتمنع علينا الأرزاق الحلال وقد ندخل والعياذ بالله في مال الحرام. الإمام عليه السلام يقول: اللهم لا تحظر، لا تمنع علي الرزق، لا تحظر رزقي. إن الله تعالى لا يمنع الرزق. من الأسماء أو الصفات كون الله تعالى رزاق، الله رازق، الله بيده أسباب الرزق، ويوفق العبد إلى أن يدخل في هذا الجانب من العمل، الله تعالى يفتح عليه أبواب الرزق. الصحة رزق، السمعة رزق، العلاقات الطيبة رزق، كثرة الأخوان من الرزق، والمال رزق. الإنسان إذا حصر الرزق في هذا الجانب
معنى ذلك نعم عنده ضيق في الأفق، لا يفهم هذه الأمور. الإنسان حسب ابن آدم كما يقول الحديث الشريف، حسب ابن آدم لقيمات يقوي بها صلبة. لكن المشكلة نحن لا نقتنع، يعني لا نقنع. الإنسان الذي يتعود على الأمور المادية يأنس بها فيحاول أن يستزيد منها، والذي يتعود على الأمور المعنوية يأنس بها أضعاف ما يأنس بالأمور المادية، وأيضا يحاول أن يستزيد منها. هذه اللذة لا تعوضها لذة مادية. لكن المشكلة نحن نتأثر بتربيتنا، بمحيطنا، بما توسوس فيه النفس، بأني أرى فلان أحاول أن أقلده في ذلك، أرى فلان قد أجعله مثلا أعلى لي في هذه الأمور وأنحى بعين ما نحى. ثم بعد ذلك تتراكم الخبرات ويكتشف الإنسان أنه كان في جهالة، وقد لا يتوفق إلى أن يراجع نفسه ويصلح ما فسد من أمره. وقد تقدم منا في بعض الآيات الشريفة عندما تكلمنا عن قارون، والقرآن الكريم يضرب به مثلا في جبروته وفي طغيانه وكمية الثروة التي حصل عليها، لكن بين ليلة وضحاها انتهى كل شيء ولم ينفعه أي شيء مما عنده. إذن القيمة ليست ذلك. الإمام عليه السلام في مقام المناجات الدعاء مع الله تعالى، لا تحظر علي رزقي، لاحظوا تكملة الدعاء الشريف، قال ولا تكلني إلى خلقك. نحن ندعو دائما اللهم لا تكلني إلى نفسي، لا تكلني إلى أحد من خلقك. ما معنى لا تكلني إلى أحد؟ يعني لا تجعلني أتوكل، أعتقد بداخلي حقيقة أن مسألتي مرهونة بفلان، وهذا منتهى قد يكون الشرك الخفي، يعني ليس الكفر العقائدي، قد يكون كفر نعمة. وتعلمون الكفر له أكثر من مدلول. كفر النعمة أن الإنسان يكون في غفلة، أنا أعتقد أن الله فعلا هو الرازق، لكن إذا تأخر رزقي أحاول أن أعطف هواي وتوجهي إلى فلان، لأن فلان متمول، فأعتقد بهذا العمل قد أحصل من عنده على شيء، يكون عندي حالة من الميول، أقلل من مسألة التشبث بالله تبارك وتعالى. لا أفهم هذه الفكرة. لاحظوا بعض الفلسفة في تأخر الدعاء. الإنسان الآن يدعو وقد الدعاء يتأخر. طبعا أكو موجبات لتأخر الدعاء، مثلا العصيان، الذنب، أكل المال الحرام إلى آخره، وهناك بعض الذنوب تحبس الدعاء كما في فقرات دعاء كوميل. لكن في بعض الحالات، وهي نقطة مهمة، الدعاء يستجاب. هذه تحتاج إلى رؤية واضحة ويحتاج إلى دقة، أن الدعاء يستجاب، لكن الله تبارك وتعالى كما في الرواية الشريفة يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن. لاحظوا هذه القضية حقيقة تحتاج إلى تأمل منا كثيرا، أن الله تعالى يريد من العبد أن يدعوه. الله قادر على كل شيء، والله ينزل لنا الأرزاق بلا أن ندعو، يرزق من عرفه ومن لم يعرف. لكن هناك عباد
الله تبارك وتعالى يحبهم، يريد أن يسمع دعاءه، يريد أن يسمع صوته. فعندما يؤخر الدعاء لا يؤخر لأن العبد غير مستأهل، يؤخر لأنسه بصوت المؤمن، لمباهات الملائكة بأن هذا العبد يوزع في الليل والنهار إلى الله تبارك وتعالى. فالله تعالى هذا بنفسه أفضل مما يطلب العبد. لو قيل للإنسان أن الله سيستجيب لك الآن أو سيجعلك تدعو لأن الله يحب أن يسمع صوتك، أيهما ألذ للعبد؟ لا شك أني سأبقى أدعو لأن الله تعالى يحب أن يسمع صوتي. لاحظوا الدقة، الله ليست عنده مشكلة مع أحد، ليست عنده عداوة مع، نحن عندنا مشكلة مع الله والعياذ بالله أو مع أنفسنا. نحن قد نسلك مسالك السوء، نسلك مسالك البعد عن الله تبارك وتعالى، والله تعالى يجيبه بعد أن يدعوه بأضعاف، ولعل الإجابة تكون بطريقة العبد لا يتخيلها. نحن مأمورين أن نحسن الظن بالله تعالى، نحن مأمورين أيضا أن يكون رجاؤنا بالله تبارك وتعالى كثير، فإننا لا نخلو من الحاجة الملحة دائما إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد الإمام عليه السلام يقول: لا تحضر علي رزقي ولا تكلني إلى أحد من خلق، قد أضعف وبالنتيجة سأكون متوكل على خلقك، وهذا الخلق الذي توكلت عليه أيضا أنت ترزقه. لكنني لا أفهم، لكنني لا أعقل، لا أصبر، لا أتلذذ بمناجاتك. والناس عندما، بعض الناس عندما تتهيأ له الظروف أن يناجي الله تبارك وتعالى بدمعة وبجميع ما يمكن من الانصهار مع الدعاء، قطعا هذه اللذائذ عنده أفضل من أي شيء آخر. لكن الإنسان السعيد الذي يتوفق أن يحصل على هذه الساعات الدقائق مع الله تعالى، أنتم تعلمون نحن نشغل الإنسان من الصباح إلى الليل، يشغل بأسرة وبمال وبأصدقاء وبمشاكل وبأخبار وإلى آخره، وقد لا يلتفت إلى أن هناك حق لنفسه عليه وهو الله تبارك وتعالى. هذا حق النفس تؤوب إلى الله تعالى، لعل حتى في صلاة بعضنا والعياذ بالله شكلا، لكن هذه اللذة قد الإنسان يفقدها، ولذلك يصعب عليه أن يلتفت إلى جسامة ودقة هذه المطالب اللي الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يريدوها. ولذلك الأنبياء سلام الله عليهم الأئمة كانوا يأنسون بالليل ووحشة الليل، يأنس. لماذا؟ لأنه سيتاح له مجال واسع لا يشغله أحد، وهو الذهاب إلى حالة من المحراب والدعاء إلى الله. فبين إما قارئ القرآن الله يناجيه، أو هو يدعوه ويناجي الله تعالى. العاقل منا يرى أن هذه الحالة هي أفضل حالة وجودنا في الدنيا، لكننا سبحان الله قد نغفل، ننسى، نتعب، لا يذكر أحدنا الآخر، لا يشجع أحدنا الآخر، لا ينبه أحدنا الآخر. ولعل الأخ المؤمن هو من يذكرك بالله تعالى، هذا الإنسان المؤمن إذا رأيته ذكرك بالله تعالى. هذه الفلسفة، فلسفة الأدعية وارتباطها بالله تبارك وتعالى، الإمام عليه السلام يلفت نظرنا. نحن في الدنيا نعيش هذه الأجواء جميعا، قال: لا تكلني
قال: ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد بحاجتي وتولى كفايتي. طبعا الناس تحتاج الناس، حتى ندفع هذا الإشكال، الناس تحتاج الناس، لكن الناس تحتاج الناس بلا منة. الإنسان يعمل يتصدى للرزق، يبيع ويشترى منه ويبيع، وهذه المسألة جرت عليها، وهناك روايات تحث على التجارة، التصدي للكسب. هو هذا معنى أن الله يتولى حاجته؟ ما معنى ذلك أن الله تعالى يجلس وينزل عليه؟ ليس المقصود هذا، وإنما هذه الأسباب الطبيعية التي يدخل بها الإنسان، والله تعالى يكفيه مؤونة السؤال من الآخرين لفقره لفاقته. لا بد أن يصبر. ومر عندنا دعاء الإمام السجاد عليه السلام: هناك حبب إلي صحبة الفقراء، حبب إلي صحبة الفقراء، باعتبار الإنسان الفقير. الله تعالى جرت الأمور هكذا، وهذا الفقير ليس لضعت فيه الله تعالى حبس، بالعكس، نحن نرى معاشر الأنبياء والأئمة كان عندهم الكفاف. اللهم ارزق النبي صلى الله عليه وآله، في بعض أدعيته: اللهم ارزق محمدا وآل محمد الكفاف، كما في الدعاء الشريف. لا هذه السعة من الرزق ولا حالة الحاجة إلى الآخرين التي فيها نوع من المهانة والمذلة والعياذ بالله. إمام عليه السلام يقول: أنت تولى ومن يتق الله يرزقه. لاحظوا هذه الآية الشريفة، الله تبارك وتعالى جعل هناك عوامل، كما هناك عوامل للحجب هناك عوامل للعطاء. الإنسان إذا اتقى الله، الله يرزقه من حيث لا يحتسب. وكثير الآن لو تسأل الناس، كل منهم سينقل لك قصة في أنه قد حصل رزقا، رزق أقصد به هنا المال، حصل رزقا من حيث لا يشعر ولا يتصور، جاءه رزق بطريقة غير محسوبة وفتحت عليه أبوابا. هذه الثقة بالله تبارك وتعالى الإنسان يحتاج، لا في الرزق فقط وإنما في أمور جميعا، لكن الرزق لي اختبارنا الشديد به، فتنتنا تكون بالرزق. ممكن الإنسان عن طريق تأخر رزقه قد لا قدر الله يتنازل عن بعض مبادئه والعياذ بالله. قال: بل تفرد بحاجتي وتولى كفايتي، وانظر إلي وانظر لي في جميع أموري. طبعا انظر إلي، هذه منتهى الشفقة. العبد يحتاج هذه الدعوة دائما إخواني، يطلب من الله تعالى أن ينظر إليه، يعني أن يكون بعينه. فاصبر فإنك بأعيننا. الله تعالى ينظر إلى العبد ويهتم بالعبد لقرب العبد من الله تعالى. الله ينظر إلى العباد جميعا، لكن عندما تكون هناك نظرة خاصة، معنى ذلك أن هذا العبد قد عمل ما يمكن أن يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر نسأل الله تعالى أن ينظر إلينا فيه دائما. نظرة الله تعالى إلى الله، نظرة الله إلى العبد، هذه نظرة فيها تمام الرحمة وتمام التوفيق وتمام الشفقة والرأفة منه جل شأنه. واقعا ما أحوجنا أن الله تعالى ينظر إلينا بعينه التي لا تنام، ويحفظنا ويحفظكم، ودائما يتم نعمته علينا، وأن يبقينا على هذا النهج الذي دائما ما يفترض أن ننبه أنفسنا إليه دائما، وهو الافتقار إلى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. اللهم اجعلنا مفتقرين إليك، وتكفل بجميع حوائجنا، وانظر إلينا يا رب العالمين نظرة رحيمة بمحمد وآله. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.